مساء الخير، مساء الالتزام، القرار الحر لأناس أحرار. أرهان خسئت؟ لا، قل خيار. أهم الثلج أم كوتن النار؟ أنا جرح معتق في الخواب، وخوابي ما علاها غبار. مشرع باب صرختي طرق حق، وغريب صوتي يجن يحار. موجع إن علا فيشقى مصير، مؤلم إن خبا فيبكي الغار. أنا جرح أحب في عذابي، فعذابي عقيدتي لا شعار. وعذابي مقدس مثل أرضي، حيث نشقى كي لا يكون انكسار. وأحب المحال إذ يتحدى، فأنا البحر لا أزور أزار. أمتي حسبي في الحياة قضايا، كلما في نز جرح تثار. بعضنا الخيل يعتلي في رهان، ربحه إن مال وجاه خسار. بعضنا الآخر ازدراء ولهو، نبت العشب أم تمادى الحمار. وأنا جرحي يرتقي بي شهيدا، حسب جرحي متى ارتقيت خيار. أجمل ما في الإنسان أن يختار فيكون، لا أن يراهن فيقتني. اختر يكن الكون كله ملكك، راهن قد تملك اللحظة لكنك معرض لأن تخسر نفسك والزمن. مناسبة الكلام كتاب لضيف نقطة فاصلة، وهو يحل على البرنامج للمرة الثانية بعد حلقة أولى في بداياته. عنوان الكتاب الخيار في الفكر والموقف والاجتماع، وهو عصارة مسيرة طويلة أمضاها واضعه في البحث والتأليف والنشر والصحافة والإعلام والمحاضرات والندوات وساحات النضال وفي المؤتمرات الوطنية والعلمية وفي الشأن العام، وزير دولة ثم رئيسا للجامعة اللبنانية. وقد تكونت لديه خلال تلك المسيرة مفاهيم وأراء وثوابت وخلاصات لم يشأ أن تبقى متناثرة، فجمعها في هذا الكتاب ليقول اخترت لأكون. نقطة فاصلة وتحت عنوان خيار لا رهان، يرحب بمعالي الوزير الصديق رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور عدنان السيد حسين. أهلا فيك. شكرا لك أستاذنا الكريم، شكرا للأوتي في، يا هلا فيك، شكرا لحلقاتك المميزة. يا أهلا فيك، لأنني أتابعها. حضرتك بتزيدها تميز. الله يخليك. يا أهلا فيك معالي الرئيس، هيك اشتهرت بهالكلمة. تسلم. بداية سؤال بالعنوان، حضرتك حاطيت على كتاب الخيار وليس الخيار، أنا ما شفت بقالي معجم كلمة الخيار، هل من تفسير لما اعتمدت؟ وبالتالي هل الخيار أو الخيار نقيض الرهان أم تحدي له؟ لا، هو الخيار المقصود فيه وجهة نظر يختار القارئ دون أن ألزمه فيها، وأشرت بالمقدمة لذلك أنه هذا ما أقتنع به، وهذا الكتاب يعبر عن شخصيتي أيما تعبير. يعني هو الأصدق، ما معنى ذلك أنه كتبي السابقة هي محل تشكيك، ولكن هذا الكتاب كتبته دون ضغط، دون عمل وظيفي يطالبني به العمل الأكاديمي نتيجة كتب معينة. يعني مثلا كتبت في العلاقات الدولية، في الفكر السياسي، في الجغرافيا السياسية، هذه مواد درستها في التعليم العالي. ولكن هذا الكتاب هو خلاصة، زي ما أشرت حضرتك في التقديم اللطيف، خلاصة تجربة. وضعت هذه الأفكار وأنا مقتنع بها وجاهز للدفاع عنها. الخيار هو بمعنى، مش بمعنى الأفضل، الخيار خيار القوم مثلا. الخيار هو نوع من الرأي أطرحه أمام القارئ يختاره أو لا يختاره. وهذه كلمة متداولة كما تعرفون، اللغة العربية فيها اشتقاق كبير وفيها مرونة وفيها
تحول كبير، فيها أخطاء شائعة بتصير قاعدة كتير. نعم. كتير صار هيك. نعم. وعلى كل حال يا ريت الدول العربية في الأمم المتحدة تتبنى المطبوعات التي تنشر في اللغة العربية، بياخدوها بالفرنسي أو بالإنجليزي وبتركوا علما اللغة العربية كما تعلمون لغة عالمية منذ عام 74 إقرار الجمعية العامة، 6 لغات. صح. اللغة العربية هي السادسة. على كل حال هذا الكتاب هو خيار أتركه للقارئ وليس خيارا بمعنى أنني أفضل ما كتبت في هذه الموضوعات. أوكي. زي ما تقول خيار القوم خيارهن على حذر أو إلى آخره. الخيار هون قرار ذاتي بياخده الإنسان كمان، هو عكس الرهان. نعم. حكيت أنا كان بالمقدمة. نعم. وهلأ بالسؤال، الرهان أنت بتراهن حصان سبق، ربح ما ربح ما مش مشكلة، بس الخيار ما تتحمله بشوكه بورده، صح ولا لا؟ طبعا. أه. طبعا هو نقيض الرهان يعني. طبعا أنا مسؤول عن هذا الكتاب، ولذلك بشكرك أولا استضفتنا بمحطتكم الكريمة تنحكي عن بعض مضامين الكتاب نتوقف عنده. هذا ما اقتنعت به وأطرحه أمام القارئ، جامعيين وأشخاص من العامة، فلنناقش الأمور هيدي. ما بحب تضل بعض الدراسات التي اقتنعت بها وكتب بعضها قبل 30 سنة طي النسيان، وأنه موجودة هيك على الهامش وأنه ممكن صدفة تشوفها. أنا أسهل على القارئ ما كتبناه بالفكر السياسي في الجامعة اللبنانية، في القضية اللبنانية، سميناها القضية اللبنانية. رح نفصل. لما بتقول انك استعنت بشيء من 30 سنة ورجعت نشرته، يعني كان عندك رؤية، مش هيك؟ انا ما بدي احكي عن حالي، بس انا لقلك شو صار معي، وحابب بهالجلسة معك جلسة مصارحة واعترافات كاملة. حلو كتير. اعترافات كاملة. ما انا اصلي الى الجبة. الدقن موجودة. تستاهلها. سيد الكريم، زارني مرة في بيتي في بيروت المرحوم عبد الوهاب المسيري من الكتاب المصريين المرموقين. نعم. أستاذ فلسفة وأداب في جامعة القاهرة أعتقد، واشتغل 20 عام على موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. قلت له يا دكتور عبد الوهاب أيمتى يخلص المشروع؟ قال لي سنة هيك شيء. فعلا كان على الآخر. أخذت الموسوعة درستها ب3 أشهر صيف، كنا معطلين تعرف العطلة الصيفية، كتبت عنها مقال مدروس في جريدة النهار عند المرحوم الأستاذ جورج نصيف الله يرحمه. نعم. أنا شلت هالكتب الكتابات بحطها بأرشيف، عندي أرشيف وتنظيم معين. قريت هالدراسة بعد سنوات، أنا مكتوب بال90s، لقيته لازم ينشر، لازم ينشر. نشرته بقضية فلسطين. نعم. نعم. اليهود واليهودية والصهيونية. شغلة تانية، كتاب إدوارد سعيد عن سلم أوسلو. نعم. سلم أوسلو طبع في القاهرة بإحدى دور النشر هناك، حصلت الكتاب. كنا وقتها عم نعمل مشروع عن اتفاق أوسلو اللي كان اسمه غزة أريحة أولا. نعم. تتذكر سنة. نعم. 93 مع أستاذي المشرف على أطروحتي المرحوم الدكتور حسن الجلبي أو الشلبي. نعم. العراقي الكاتب المعروف زميل بطرس غالي في جامعة باريس. قرأت كتاب إدوارد سعيد. إدوارد سعيد شغل مهمة. ما قاله إدوارد سعيد قبل 30 سنة تقريبا وصلنا إليه اليوم. لذلك هذا الخيار أقول لك اخترته أنا بملء إرادتي وأعرضه أمام القارئ. حتى الشخصيات اللبنانية، أعلام من لبنان، عندما أكتب عن فنان معين أو أديب أو عالم أنا مقتنع بما كتبت. لذلك فيك تحاسبني بمضمون الكتاب قد ما بدك. أوكي. وأنا بتمنى تناقشني وحضرتك جدير. تنبلش يلا. هيدا الكتاب انا استضفتك من 3 سنين و3 أشهر بالحلقه الثانيه، بركة الثالثه من الحلقه الثانيه موسم الحلقه الثانيه. هل هو
استكمال لكتابك الأول المسؤولية اللي حكيت فيه وقتها عن تجربتك بالحكم وتجربتك بالجامعة اللبنانية وموقفك من المسؤولية. لا مش استمرار له، ولكن أو استكمال فكرة أفدت من المناسبتين. نعم. وزير دولة للشؤون السياسية في حكومة عليها أن تجمع 8 و14 بعد اتفاق الدوحة. نعم. وعندما فشلنا قدمت استقالتي وأسقطت الحكومة عن سابق تصور وتصميم، لأنه كان رح يخرب البلد. نعم. واللي انتقدوني لأسباب طائفية رجعوا هني ولعوها ونحن عم نطفي وما زلنا نحن نلعب هذا الدور. نعم. لأنه هي قناعاتنا. أما الجامعة اللبنانية بيتنا وأمنا وحياتنا، يعني شو بدي أقول لك؟ أنا من إجازة في الرياضيات إلى إجازة في العلوم السياسية إلى دكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. نعم. وأستاذ فيها، يعني دخلت في كليتين هني أساس الجامعة، الحقوق والعلوم، والعلوم. طبعا لا أقلل من دور الأداب، بعدين إشت العلوم الاجتماعية والفنون وغيره. نعم. بس نحن ما كان عندنا كليات تطبيقية إذا بتتذكر لبعد 75. صح. وأكلنا قتل لصار عندنا كليات تطبيقية بالشوارع، وحضرتك أكيد ساهمت معنا في المظاهرات في 74. كيف لك؟ وصار اللي صار. بدي أقول لك إنه الجامعة بصراحة منبر كبير، غير قضية العلم الأكاديمي. الجامعة فرصة، الجامعة اللبنانية، ويمكن يصيرنا وقت بالحلقة نحكي عنها أكيد. شوي تقول إنه الجامعة اللبنانية وصلت لوقت أنقذت لبنان فكريا وثقافيا. أنا ماني عم بقلك، لأنه ابن عكار، ابن بنت جبيل، وابن البقاع كان صعب يفوت على الجامعة، على جامعة أخرى غير الجامعة اللبنانية. بترك لي هيدي الفكرة لبس نحكي عن الجامعة اللبنانية. حاضر. سسبنس. طيب، هالكتاب الخيار في الفكر والموقف والاجتماع هو 5 أبواب. نعم. فكر سياسي، القضية اللبنانية، قضية فلسطين، الجامعة اللبنانية، أعلام من لبنان ولا سيما منهم أعلام الزجل. صحيح أنه مخمس الأجزاء مش مخمس مردود، ولكن ما يجمعه هو الالتزام الوطني والبعد الإنساني. طيب. أملاه عليك التفكير والتفكر الهادي، هل هو الأكثر تعبيرا مثل ما تفضلت وقلت عن اقتناعاتك بعد رحلة طويلة من المشاركات العلمية والثقافية؟ أنا أقول للقارئ الكريم من خلالكم، شكرا، برجع بكرر على الفرصة، تقول هذا الكتاب هو الابن البار لي، هو الأكثر التصاقا بي وتعبيرا عن فكري. أنا قرأته قبل ما أجمع ونسقت العملية. صدقني إذا بقول لك لم أعدل فيه بعض المصطلحات إلا قليلا من أجل مزيد من التوضيح. وبذكر، وحضرتك كنت في جريدة الحياة، عندما كان يطلب مني بعض المقالات في جريدة الحياة. نعم. كنت أكتب بشغف وأبذل الوقت على المقال، يعني أنا ما أبعت مقال كيفما كان كيفما اتفق، مش المشروع عمل في صحافة يومية مطلوب أن تكتب فيها. كنت أكتب مرة بالشهر، مرة كل أسبوعين، كل أسبوع، وفي غير الحياة يعني. فوجئت أنه في دراسات بعد مرور الزمن 20 سنة 25 سنة، الذي هو أنا قلت هذا الكلام مقتنع فيه، مقتنع فيه. حضرتك عم تقول في رؤية، أنا ما بدي أقول هيك، بدي أقول في منهج اعتمدته، هو في استشراف. إيه، بس هذا نتيجة منهجية علمية في علم في العلوم الاجتماعية عامة وعلم السياسة بشكل خاص، ومبنية على ثقافة، مبنية على ثقافة. شوف الماتيماتيك، تجارب الماتيماتيك اللي تعلمناه، أول شيء بعلمك المنطق قبل ما تحكي أي شيء تاني. وقت تفوت بالعلوم السياسية كانوا يسألوني أستاذي الله يرحمه ملحم أرمان، أستاذ مهم بالفكر السياسي. نعم. قال لي أنت شو جابك من العلوم على العلوم السياسية؟ قلت له جابني الثقافة السياسية بدي أفهمها. قال لي رح تنجح فيها، لأنه بتعرف شو قال أرسطو عن الرياضيات؟ قلت له إيش قال؟ قال لي قال الرياضيات أساس المنطق. أنا بطلب منك تكفي هذا الأستاذ القدير. هو كلهم بالجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية
دفعتنا بهذا للتشاور أنا وغيري وكثر، وحضرتك استضفت عدد كبير منهم. فموضوع الخمس محاور الموجودين في الكتاب هني إذا بدي أقول خلاصة التجربة وبعض الأفكار التي أتبناها دون تعديل وأدافع عنها وأضعها أمام القارئ، وأنا بكون سعيد إذا ناقشني فيها وإذا أخذ بعضها وطورها. وما على القارئ إلا أن يقرأ ويطلع. طيب، لفتني بإطار التوصيف للكتاب قبل ما بعد شوي نغوص بأعماقه، التوصيف اللي أعطاك هي الأستاذ معن بشور بالندوة اللي عملتوها من كم يوم لعرض الكتاب، بيقول إنه عبارة عن نوع جديد من المذكرات الشخصية التي تتناول تجارب وأفكارا بدلا من أن تتناول أحداثا ووقائع. برأيه هو أن المذكرات هنا هي عصارة تجربة وليست سردا لروايات المؤلف، مش عم تخبرنا أخبار، عم تخبر ما مرق معك من تجارب. هو كتاب في الحقيقة، هذا رأيي أو مثل ما أنا شفت، ترتيب لمقالات ودراسات ومحاضرات تشكل مجتمعة فكر عدنان السيد حسين بكليته، أليس كذلك؟ صحيح صحيح. لذلك الأستاذ بشور بالندوة اللي أشرت إليها حضرتك ربما أصاب جانب مهم من هدف الكتاب. وأنا ما بحب أحكي بالأمور الشخصية، طبيعة هاي، كل إنسان عنده طبيعة، مذكرات وإلى آخره، وصار معي هيك وزارني فلان وقلت له هيك. طيب، عندما نكتب عن مثلا سعيد عقل كشاعر بالذكرى المئوية، طيب هاي صارت بكلية الأداب في الجامعة اللبنانية، وعندي أنا مجموعة سعيد عقل اخترت منها بعض الكلام والشعر الذي يزهر هذا الرجل، وأنا مقتنع بما قاله. أنا مش عم ناقشه هون بالسياسي، في بالكتاب مجالات سياسية رحبة وقت بيحكي عن النظام اللبناني هلا رح نتعرف ومشكلة هذا النظام السياسي قبل ما أقول نظام الحكم والمنظومة الحاكمة مثل ما بتقولوا حضرتكم في الإعلام. أنا بقول إنه مجمل هذه الأفكار والتجارب هي تعبر عن خصوصية لي أردت أن أضعها، ومن حقي بل من واجبي باعتبر إنه حطها بعد هالمسيرة. وأول كتاب صدر لي بعتقد بال87. نعم، أنت صار عندك بحدود ال30 كتاب تقريبا. نعم. إيه 28 أو 29. هذا المجموعة، يعني أنا كنت كاتب قبل الدكتوراه وكنت أحب الكتابة، وبصراحة بدي أقول لك شيء، إنه في حياتي الجامعية في أمرين اشتغلت فيهم. نعم. التدريس وفق منهج الجامعة والكتابة البحثية من خلال المنهج العلمي الأكاديمي. ما اشتغل شيء تاني. حتى وقت كنت اكتب مقالات بفكر سياسي او بعلاقات دولية كنت دائما اربطها بمنهجية معينة وبهدف معين. يعني اذا عم اكتب لنقول عن الصراع العربي الاسرائيلي، مثل اطروحتك عن كام ديفيد، عن كام ديفيد. بتذكر قال لي وقتها الله يرحمه مؤسس علم السياسي في مصر محمد طه بدوي. قال لي يا ابني انت بتعذب روحك ليه؟ مين دخلك بهالموضوع؟ قلت له الدراسات العليا، قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. قال لي طيب عال، بس انت عارف انه كام ديفيد لسه فيها اسرار؟ قلت له عارف. قال لي عارف كيف لازم المنهج تعتمده؟ قلت له جاي افهم منك انت كأستاذ كبير في مصر. وقت اللي ناقشنا الأطروحة على الصنايع في مبنى التاريخي لكلية الحقوق، الله يرحم هون وفي الأسار أول عميد لهالكلية، أبولا معالي الرئيس عدنان الأسار، كان محمد طه بدوي موجود. قال لهم يا أخوانا هذا الرجل من لبنان، لم أجد واحدا في مصر يتصدى لكام ديفيد مثل ما تصدى لها. أنا عم أقرأ هالبروبوزر اللي قدمته أنا في تعرف بالمناقشة على الباحث أن يقدم ريتها. قلت بحطها كما هي، ما بدي أغير فيها، لأنه هاي خلاصة تجربة عمرها سنوات،
وبعد منا في محاكمة فكرية انه هذا الكلام انقال باخر 89 باول سنة 90 طبعا كتب 89 او 88 طيب كان ديفيد عمره 10 سنين تقريبا والمعاهدة المصرية الاسرائيلية اقل بال 81 والتطبيق لها مد بالثمانينات بعدها مخفية بعدها شوي مبهمة قلت بحطها مثل ما هي وبدي اشوف انا هل المنهجية اللي اعتمدناها في العلاقات الدولية بدراسة هذه الإشكالية بتشوف لبعيد أصبنا فيها فيها بحاجة لتعديل برجع بقول الحقيقة نسبية وحياتك خلينا يعني ما كتير مبالغ في الموضوع بقدر ما نقول لكن الجامعة هاي اللي عم نحكي عنها الجامعة اللبنانية رتبت لك فكرة كتير إلى فضل برجع بقولك هي الأم هي الأم نحن منتابع ولكن بعد الفاصل الإعلاني هون حنبلش نفوت بالخمس محاور اللي متناولة حضرتك بكتاب الخيار فاصل إعلاني ومنتابع مع معالي الوزير دكتور عدنان السيد حسين ومنرجع منتابع حلقة نقطة فاصلة مع معالي الوزير دكتور عدنان السيد حسين عن كتابه الجديد الخيار وحضنانا حطينا عنوان للحلقة خيار لا رهان حكينا بالأول مقدمات عن هالكتاب هلأ بدنا نفوت بالتفصيل بالخمس أبواب اللي حضرتك ناولتها فيه لعل أبرز ما طرحته بباب الفكر السياسي فكرة الدولة والأنظمة السياسية والمواطنة بإطارة القانوني لافت بهالباب سؤالك كيف لنا أن نطبق الفيدرالية مثلا ونحن مختلفون أساسا على السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والسياسة النقدية السياسة النقدية بتمشي بس هوليك مختلفين عليها من 100 عام كمان بتأيد حضرتك وثيقة الأزهر لوقع الشيخ الأزهر أحمد الطيب صحيح العام 2011 واعتبرت أنها بتأسس لدولة مدنية صحيح بدي شرح مختصر لكل هذه الأفكار التي وردت بكلمة موجزة الفيدرالية مش عقياسنا نعم. مش لأنه لبنان بس مساحته صغيرة هذا سبب مهم لا لا الأخطر في كل ذلك فيدرالية طائفية نعم. أنا بدي أقسم لبنان كانتونات يعني معناتها كلمة العيش المشترك كلمة عليها استفهام كبيرة ومعناتها الإرشاد الرسولي عام 97 وقت الخاطب مسيحيي لبنان والشرق وقال له لا تختلفون عنهم في المأكل والمشرب والعادات والتقاليد ورحنا حضرنا بإحدى الجامعات في لبنان مع المرحوم سليمان تقي الدين عن هذا الإرشاد الرسولي وتمنينا على إخواننا المسيحيين وأهلنا أن يعودوا دائما إلى هذا الإرشاد التوجيهي في إرشادين إجا إرشاد تاني وأنا كتبت صح هذا الموضوع ما إجا بنت ساعته في الفاتيكان هذا خلاصات دراسية بحثية عن لبنان وتاريخ المنطقة وحضرتك بتعرف أوروبا مشلشة هون متجذرة صح هلأ تنتقدها بمجال بتأيدها بمجال موضوع الدولة في لبنان دولة هذه الدولة تحتاج إلى رجال دولة كنظام حكم وتحتاج إلى تجاوز الطائفية تدريجيا وقادرين فؤاد شهاب بلش بأول خطوة كان لازم تتكفى أنا بدي خاطب جيل الشباب تحت 40 سنة أو اللي خلقوا بالحرب أنتوا ما بتعرفوا لبنان قبل 75 مش مزبوط أنه لبنان هيك كان مش مزبوط أنه الحقد الطائفي هالقد كان مش مزبوط أنه المذهبية هيك تجذرت فينا تعززت نحن كنا في بيروت الغربية ما يسمى وآسف لهذا التعبير لأنه بيروت كلها واحدة أنا من سكان بيروت الغربية وعشت فيها كل حياتي معظم الأبنية في بيروت الغربية فيها مسيحيين ومسلمين كنا ما نعرف بعضنا إلا بس يروح على الكنيسة أو المسجد والعلم مع بعضنا والأساتذة مختلطين وهذا لبنان أنا مش عم أقول شعر بالزمان قال لي فؤاد الترك اللي حكيت عنه بالكتاب قال لي عدنان في بعض المسيحيين بيقولوا لبنان عمره 6000 سنة ووارد لبنان بالعهد القديم قلت له إيه شو بدك قال لي بدي أقول لهم قلنا 6000 سنة بالعيش المشترك متى نصبح مواطنين أنا بدي المواطن اللبناني ذاك المواطن اتطرقنا له حطتها بإطار القانوني كانت محاضرة في جامعة كالياري في إيطاليا
عن موضوع المواطني والبعد القانوني والأساس القانوني لإله. أنا ليه بدي أمنع البروتستانت يكون رئيس جمهورية؟ دجا في بروتستانت عمل مثلا، وفي أرثوذكس عمل، أرمني كان بالمتصرفية جبل لبنان، مين قال إنه بيفشل؟ العلويين المساكين عندهم نائبين بهالدولة وما عندهم غيرهم، لا مرة شفنا وزير ولا مرة حتى المدر العامين قليل مثلا، سفير في السفير أصف ناصر ناصر يعني على كل حال تاني. أنا نعم. بدي حي الجميع، أنا ما عم ميز هون، بس عم أعطي مثل هيل السرياني. خيي حضرتك بحلقاتك أنصفت السريان ومعك حق وبحييك، بحييك شخصيا. الله يخليك. السريان أساس كبير للغة العربية والثقافة العربية، وهم مدافعون اليوم عن عروبة سوريا الآن على قلتهم وعلى اللي صار فيهم من تهجير بفعل الحروب اللي صارت على الأرض السورية. نعم. وصار اسم كبير منهم في أوروبا يدافعون. وقت اللي بحكي أنا إنه بعيش مشترك ولا بدي انتقل لفكرة مواطني، لا انتقل لفكرة مواطني. أنا ما رح فوت بلعبة النصوص والنفوس، فوت باثنين. أستاذ حبيب، أنت بتحب النفوس اشتغل عليها، بدي أنا أعطيك نص قانوني له علاقة بزواج مدني اختياري بكتبه نمشي. ولبنان مهيأ، ونحن كنا رواد الحضارة العربية والثقافة العربية قبل سنة 75، وبدي خاطب المسيحيين وعلى الأخص الموارنة. نعم. أنتم بنات في هذا العصر الحديث لشيء اسمه العربية والعروبة، العربية والعروبة، ما تتخلوا. وقت اللي بتنزووا وبتتخلوا أنتوا رحتوا ورحنا معكم، نحن وراح لبنان، راح جزء كبير من العالم العربي. لبنان الصغير هيدا كان هو مصر جناحان كبيران للعربية والعروبة. قصة الدولة المدنية اللي طرحها الشيخ الأزهر تنطبق على لبنان أو هون يمكن حضرتك عم تتناول أنه بيقولوا أنه الإسلام يرفض العلماني مش هيك؟ أو بيرفض الدولة المدنية لأنه هو دين ودولة، هيك البعض بيقول. هون حضرتك عم بترد على هذا الموضوع، في فرق بينطبق على لبنان، في فرق بالموضوع. أول شيء العلماني ليست قياسا واحدا وليست تفسيرا واحدا. نعم. بكل الإنسيكلوبيديا العالمية فينا نشوفها، ما في، بس خذ الحد الأدنى منها اللي متفق عليه، هي أنه الدولة ليست مقدسة والحاكم ليس مقدسا. وأنطلق هنا من كلام المفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده قبل 130 سنة أو 140 سنة، فليؤتى على الدولة الدينية من أساسها، أي فلتدك دكا، فليؤتى عليها، فليؤتى عليها، ثم يطالب ببناء دولة مدنية بعيدة عن التجديف والغيبيات والتأويل غير المبرر و إلى آخره. مش معناته أتخلى عن الدين. أنا كمسلم إذا بتسألني شو مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنا هو المقصد الأول بقول لك الصالح العام، ورد بالقرآن 70-80-100 آية أكثر، اللي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر غير ممنون، أي غير منقطع. خيي مين قال لك إنه قصة العلمني كفر؟ خدها بالحد الأدنى. مين قال لك الدولة المدنية كفر؟ عشان الدولة المدنية يعني مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. يا إخوان، بالعصر العباسي وما تلاه كان وضع المسيحيين كمواطنين بالحد الأدنى أفضل مما يعيشون اليوم في هذا العالم العربي. هون على المستوى اللبناني بالشق الثاني من الكتاب تحت عنوان قضية لبنانية بتقول الحل بلبنان المدني، وبتدعو إلى تأهيل الإنسان اللبناني، وتوقفت عند الإرشادين الرسوليين بأبعادهم. بس كيف بدي أمشي بالخط العلماني أو المدني وفي معتقلات طائفية حسب توصيف صديقنا الدكتور حسن حمادي تمنع التقدم من أجل الوصول إلى كل ما طرحته ونضلت من أجله طويلا؟ المعتقلات الطائفية حالة طارئة نتيجة الأحداث اللبنانية. كان مطلوب سنة 90 بعض الطائف رجال دولة يدكون هذه المعازل، يأتون عليها، فليؤتى عليها كلها، بدءا من الشيعة. خيي مسلمين الشيعة، مين اللي قال انه اي طائفة بتكبر اذا انعزلت؟ بتصغر كتير. ومين قال هيدا لبنان؟ نحن عم نخون الرسالة اللبنانية. حتى لبنان الصغير قبل لبنان الكبير
كان له دور تعرف حضرتك. نعم. وقت رحنا على إسبانيا إلى في قرطبة المسجد مش مسجد عفوا قصر الحمراء قصر الحمراء بغرناطة في غرناطة غرنادا خشب الأرز موجود بالسقف تبع القصر وبقولوا هيدا من جبل لبنان. طب نحن ما فهمنا من لبنان إلا المعازل الطائفية ثم طيب جبران ما اقتنعنا فيه يا أخي جبران اللي راح على أمريكا عاش وبعدين إجا لهم يا خي ما اقتنعنا فيه ويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها الدين يا خي مش هيك المسيحية أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم نحن عم نقول أحبوا مواطنيكم ما بدنا أكثر. أحبوا إخوانكم في هذا البلد يا خي على الأقل أحب جارك عند المسلمين ما زال النبي يوصينا بالجار حتى كدنا أنه يرث طيب وبعدين يا أستاذ حبيب أنا مش عم جاملك وقت بحيي حلقاتك لأنك عم تفوت بالعمق ونحن مش عم نجي نلبس الموضوع أكثر ما يحتمل نحن عم نقول في شواز عم نعيشه بهالحرب الأهلية وما نتج عنها وهون مش بس الحاكم مسؤول المحكوم مسؤول بوعي الإنسان المجتمعي كمان المحكوم آخر انتخابات 56% من الشعب اللبناني قاعد بالبيت هؤلاء أخطر من اللي انتخبوا بعض الحكام رح أقول لك ليش لأنه هدول بيسألوا ليه ما انتخبت بيقول لك يا خي ما فينا نغير يعني استسلام أو بيقول لك بيجي أسوأ منهم مين قال لك فإذا معناته أنت عم تقر بتأبيد هؤلاء الفاسدين على رقابكم وعلى مالكم الذي ذهب مع الريح آخر شيء شو بتعمل بتروح بتنتخب غيرهم ما عجبوك بترجع بتغير ساعتها بده يترشح النائب بعد للعشرة وهذا مسار التغيير طويل مش مسار كوني فكانت اللي بين ليلة وضحاها الثورة الفرنسية 1789 مش رجعت الملكية بعد منها ورجعت الجمهورية ورجعت الملكية صح. مش حروب بالقرن التاسع عشر لوصلوا إلى شيء اسمه 1870 نوع من الثبات المرأة في فرنسا انتخبت سنة 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يا جماعة ثورة 1789 نحن هون عندنا بالخمسينات مطلع الخمسينات بعد الرئيس الشمعون صح مزبوط. طيب استطرادا للسؤال السابق شو تغير هون عم نحكي بعدها بالقضية اللبنانية بعد ما انتقل لبنان من انه يكون ذو وجه عربي لا عربي الهوية والانتماء ما تغير شيء بس في حين اضاعت العروبة نفسها تمام بمتاهات الصراعات العربية العربية وما كان من الدول بالأمس قلب العروبة النابض أصبح مرزول والعكس صحيح هل تأمل خيرا بمناخ المصالحات السائد اليوم أنه هذه المصالحات فوقية لك أنا بدي أرجع لمقولة إيميل البستاني مش قائد الجيش نعم رجل إيميل العمل. البستاني اللي توفى بالطيارة تعرف شو اقترح على الرئيس عبد الناصر قال له مشروعك بالقمة العربية أول مؤتمر قمة بعتقد بال64 في القاهرة بكانون الثاني أربس قال له مشروع جيد مؤتمر أشناص مش هيك كان لا لا أشناص بالخمسينات قال له للرئيس عبد الناصر أنا رح أعطيك مشروع أهم قال له شو قال له عمل شبكة مواصلات بين البلاد العربية ليك شو عنده رؤية وبعد نظر شفت لو في شبكة مواصلات وتسهيل انتقال الطلاب من جامعة لجامعة حسب الاختصاص الاتحاد العربي بصير لا أقول الوحدة العربية الاتحاد العربي الفيدرالية الكونفدرالية الصيغة اللي بتريدها بس انتو معقول ميثاق الجامعة العربية اللي هو الحد الأدنى للتعاون العربي نتخلى عنه وما نطور ونحن أول تنظيم إقليمي عالمي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية جامعة الدول العربية لكن الاتحاد الأوروبي وين صار لكن نحن وين بعد على القليل إذا مش اتحاد على مستوى السياسي على القليل على مستوى الاقتصاد هون السوق مشتاق هون خليني وقف شوي أنا أشرت بهذا الكتاب من دعاة التكامل الوظيفي فونكسيونيلمون يعني أنا بسوريا شو بدي أنا بنظام الحكم وهو شو دخله بنظام الحكم تبعي بس تجارة ترانزيت بدي أبحثها معه أنت السياحة المتبادلة المكتب بدي أبحثها معه موضوع النازحين بدي أبحثها معه وظيفيا مهنيا
إذا اختلفوا الحكام ما بوقف البحث بالقضايا الوظيفية لصالح الشعوب. هذا اللي اعتمد في أوروبا، وهذا اللي صار جزء من نظرية في العلاقات الدولية اسمها نظرية التكامل الوظيفي بين الشعوب. أنا ما بقبل كلبناني عربي أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب تقفل منذ عام 88 والمواطن بروح بالطيارة من بلد لبلد. هذا قصدي. بيختلفوا الحكام ماشي، خلاف سياسي. شو دخل التجارة البينية؟ ما دخل التبادل الثقافي؟ ما دخل العلاقات الاجتماعية والتزاوج؟ حضرتك تثقف كبير وتطلع، شو رأيك بالاجتماع اللبناني السوري؟ قديش في تداخل بالعائلات من كل الطوائف وخاصة المسيحية؟ إيه لما بتحط الاختلافات السياسية على جنب بتلاقي النسيج مشترك بأكثر من محل. طب على الأقل نحترم الجغرافيا السياسية أستاذ حبيب، على الأقل نمشي تجارة الترانزيت، نستعيد دور مرفق بيروت ليكون مرفق للشرق العربي. دمر مرفق بيروت حتى إسرائيل تورط دورنا، بغض النظر عن تحقيق وين بده يوصل وشو الأسباب وشو الدوافع. بس نحن وين؟ نحن بدنا نستعيد دور لبنان، وبدنا نستعيد مسألة في العلاقات العربية التكامل الوظيفي في المصالح العربية المشتركة. وما بعتقد لبنان ممكن يعارض هذا التوجه كسياسة رسمية، لا أعتقد. هم شنك عم قلك بركي هالمناخ اللي عم تقول لي أنه هني مصالحات فوقية، بس ممكن تأثر نزول وتصير. بدنا إياها، لأن أفضل من لا شيء. بس أنا بتمنى من تحت مع هالمصالحات الفوقية نبدأ نشتغل من تحت، وهي بتعملها الجامعات وبيعملوها رجال الأعمال من وزن إيميل البستاني. شبكة مواصلات، سكك حديد ترجع مثل ما كانت أيام تركيا، ما بصير. طيران، يعني بدي أقول مثلا خذ الجامعات، نحن عنا اتفاقات موقعة مع الجامعات العربية، في اتحاد الجامعات العربية تابع لجامعة الدول العربية. ليه عم نتخلى عنه؟ ليه؟ هيك بتقرب الشعوب من بعض. ما تعمل شيء قصري، بس خلي الناس هي تقرر. للناس تقرب على شوف بعضها، تتشوف بعضها افتح لها الأقنية فاس كومينيكان، خليها تشوف بعض العالم. من الإطار ذاته بالقضية اللبنانية، لأنه أكثر شيء بيعنيني، هل صحيح أنه لبنان الغني بإمكاناته الطبيعية والبشرية تكمن مشكلته بسوء الإدارة مطرح ما الأولوية عند أهل الحكم حماية حصص الطوائف الثلاث الكبرى على حساب مصلحة المواطن؟ يعني اختصرت كتير وحددت بسوء الإدارة. مش واحدة، لكن سوء الإدارة أصابت حضرتك هلأ موضوع، يعني زي ما تقول العمود الفقري للمشكلة. سوء الإدارة، رئيس الشهاب فؤاد الشهاب عمل إدارة، مؤسسات إدارية نحن بعدنا عايشين عليها للآن. لو طورناها، شو المشكلة اللي اصطدم فيها؟ هو قال مش أنا، نظام السياسة الطائفي، وخاطب الموارنة بكل صراحة وغير الموارنة طبعا. العقبات مش بس عند المسيحيين أو عند الموارنة، عند الكل، آسف إذا سمينا، بس هذا بلدنا نحن بنعرف بعضنا. وخصوصا لما اختل التوازن بالأول وبعدين كانت الأرجحية هون صارت بغير محل. دخلك هالطوائف الصغيرة هيدي، شو محلها من الإعراب هاي؟ يعني مثلا هالسريان اللي خدموا، برجع بقلك هالتاريخ كله آلاف السنوات، شو موقعهم أو طوائف أخرى؟ العلويين، الدروز كانوا أصحاب أمارة في 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 جبل لبنان، صح ولا لا؟ صح. طيب معقول يعني عقدة كمال جنبلاط تضل مرافقتنا عندما قال لأحد مرشحين لرئاسة الحكومة، قال له يا خي بتسألونا عن التشكيل الحكومي، نحن ما فينا نترأس حكومة. شوف هالعقدة مثلا. طيب ليه هالطوائف الثلاثة هي بدها تتحكم؟ ما في غير العددية. صح. يعني أنا ما في يقول الشيعي والماروني والسني هن الأفضل على الخمستعش الباقيين، بس في يقول افتحوا الباب. افتحوا الباب كان لازم تشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، المادة 95 بالتدريج، وهو بيجوا عليها علماء الاجتماع والثقافة والسياسي، مش بيجوا هاو السياسيين جربناهم بيقبضوا الطائفية ليضلوا زعمة. وآخر شيء مرجعهم حاج، وآخر شيء بروح لعند زعيم الطائفة بيقول لي مصرياتك طاروا بالماء، روح خلي ابنك يهاجر.
ننتقل من اللي احنا اتينا بسرعه على مضامين الشق اللي له علاقه بالقضيه اللبنانيه وهو متوسع اكثر وغني وضروري الناس تقرا. ننتقل لقضيه فلسطين اللي هي القضيه الام، والعجز عن احقاق حقها بيخلي الصراع العربي الاسرائيلي مفتوح. اطروحتك عن كامب ديفيد اللي بلش اللي بديت وقتها عند البعض شواز او نشاز بالمسار التاريخي، عم تتحول اليوم بعد أوسلو وبعد وادي عربة لمسار جديد يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل، الأمر اللي زاد الشرخ بين العرب. هن اللي ما توحدوا بالنظرة ولا يوم للقضية الفلسطينية العرب. هل لا تزال مقولة أحمد شوقي إلى ما الخلف بينكم وإلى ما هي السؤال الذي لا جواب له؟ شوف، ذكرت أحمد شوقي، جورج أنطونيوس في مطلع القرن العشرين بقول: ألا هبوا واستفيقوا أيها العرب، لقد طمى الخطب حتى غاصت الركب أو الركب. لك خيي كأنه عم يقول هالكلام اليوم. طب بهالمئة سنة شو عملنا؟ بس انتبه، مش معنات كلامي أنه حل لمشكلة لا حل لها، لا، أو أنه شيء ما يقوس منه. أكيد عضال، كل شيء بالعلم بينحل. تتنتقل بالقضية الفلسطينية من قضية حق إلى قضية عادلة في التطبيق، بده يكون في حكومات عربية تدافع عنها. مر بالتاريخ الحديث بعض الحكومات، لكن السمة العامة أن هذه الحكومات العربية لم تدافع عن قضية فلسطين كما يجب. بمعنى أنه جماعة أصحاب حق، الأمم المتحدة ما عم تقدر بسبب تسلط القوى الدولية تدافع عن القضية. لا، بل أقول أكثر من ذلك. نعم. في الكتاب سيأتي يوم يشار فيه إلى أن أسباب انهيار الأمم المتحدة كمنظومة عالمية عجز عن حل قضية فلسطين، لأنه تلت قرارات الجمعية العامة والأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية. شو مطلوب؟ أنا قضيتي كلبناني، أنا فت بحرب أهلية من شان القضية الفلسطينية. صح. أنا ما عم أقول مين غلط وما مين غلط، هذه إلى بحث تاريخي اجتماعي، بس أنا دمرت بلدي كرمال القضية. لكن بسوريا شو صار هلأ 10 سنين؟ بالأردن بالسبعين شو صار؟ لكن الفلسطينيين بين بعضهم كيف مقسومين؟ لا، بدأ العملية إعادة تصويب. مقترحين هون أمور. نعم. على أساس تفتح المجال مع حركة عدم الانحياز اللي ماتت. شوف الدول اللي كانت فيها ارجاع شكل بالجمعية العامة للأمم المتحدة أغلبية وانطلق بالقضية وما تعمل تطبيع بدون ثمن. أنا هيدا اللي بخلي يعني لما بتحكي بالتطبيع، يعني كأنك ما بدي أقول من أنصار السلام، كأنك متوقع السلام بده يصير أو تسوي. لا، أنا ماني متوقع. مانك متوقع؟ اليهود ما رح يعطونا سلام. أوكي. مانك عم تقول التطبيع. لا، عم أقول إذا حكومة عربية بدها تطبع. طيب شو الثمن اللي أخذته؟ ما رح سمي أي دولة. شو الثمن؟ في دول وقعت معاهدات سلام كاملة مع إسرائيل، شو أخذت؟ هني شو بقولوا عن تجربة؟ واليهود شو بقولوا كمان؟ أنا مع فكرة طرحها مفكرين لبنانيين وسوريين وغيره، وطرحها تشومسكي: كل يهودي صهيوني حتى يثبت العكس. أنا مش عنصري، هو عنصري، مش عم يقبل بالسلام. وتشومسكي يهودي يعني؟ يهودي أمريكاني. معي خبر. تعرف يا سيد الكريم، نحن شو عطونا؟ تعرف المؤتمر الوطني الفلسطيني بالجزائر سنة 88 اعترف بالقرار 242، يعني اعترف انديركتمو بكيان إسرائيل. شو عطوه؟ ماشي. لا شيء. عطوه مياه ملوثة، حتى الآبار الجوفية بالضفة الغربية عم ياخدوها كلها من المستوطنين. حتى الاتفاقين وادي عربة وأوسلو شو طلع لهم؟ إن كان الأردن وإن كان منظمة التحرير، مسجد الأقصى وكنيسة القيامة. صح. اعتداءات شبه يومية عليهم. وين؟ وين الحكومات؟ وين الوصاية لبعض الدول العربية إنه لحماية الأماكن المقدسة؟ يا سيدي، الحق معنا بس ما عم نعرف ندافع عنه لأنه مختلفين. وحدتنا توقف
أو إحنا بتعزز الموقف على الأقل لسترجع نتحد حول قضية عادلة. مش هيك قلت لك بعده مختلفين حتى على جوهر القضية. صحيح. إحنا بعد عنا محور أخير رح نتابع شوي بقصة قضية فلسطين ونروح على الجامعة اللبنانية والأعلام اللبنانيين الميدان اللي بحبه أنا وياك أكتر شيء. فاصل ونرجع مع الدكتور عدنان السيد حسين. وصلنا للمحور الأخير من حلقة نقطة فاصلة مع الوزير السابق عدنان السيد حسين عن كتابه الخيار في الفكر والموقف والاجتماع. حكينا عن ثلاث فصول تتعلق بالفكر السياسي، حكينا عن قضية لبنان وحكينا عن قضية فلسطين، أشبعناها حسب ما حضرتك قلت لي. نوصل للجرح اللي بوجعك على طول أو همك الدائم اللي هو الجامعة اللبنانية وأعلام من لبنان بآخر الحلقة. الجامعة اللبنانية اللي توليت حضرتك رئاستها 5 سنين وتولى بعدك على المنصب رئيسين، كيف تركتها؟ كيف بتشوف وضعه ومستقبله؟ هل بتنحصر مشكلتها بأنه السلطة السياسية وقفة دائما ضدها ولأي سبب؟ موازنتها اللي كانت من فترة 250 مليون دولار هلأ 7 ملايين دولار، ما بعرف هاي بيحطون بركة واحد غني بخشيش بكازينو وقمار. هل إضعاف الجامعة هدفه تعزيز الجامعات الخاصة وتنفيع الدكاكين المسميات جامعية؟ وهل قيام لوطن واحد، هل من قيام لوطن واحد بجامعة بهذه الحالة؟ اتفقنا معك أستاذ حبيب أنه لا إدارة سليمة في لبنان خاصة بالسنوات الأخيرة. نعم. وما بني بعد الطائف بني على رمل. عم أحكي في الإدارة. الجامعة اللبنانية هي جامعة يعني مظلومة لأنها دائما مطالبها لا تتحقق إلا بالضغط والمطالبات والتظاهر. طب ليه؟ ما هي جامعة الدولة وفي دولة بهذا العالم عندها كيان مستقل، عندها شخصيتها الدولية، بدون جامعة وطنية ما في. والله يرحمه حميد الفرنجية بمؤتمر اليونسكو، مشان هيك سموها منطقة اليونسكو في بيروت أواخر الأربعينات، طالب أن تكون هناك جامعة للدولة. نشأت بال 51، نعم هي بال 51 نشأت. الله يرحم خليل الجر، صح، توليها سنتين، بعدين فؤاد فريم البستاني، لوقت طويل. طيب. وفي شهيد راح من الجامعة اليسوعية اسمه فرج الله حنين، صح، من أجل الجامعة اللبنانية، وكلنا اشتغلنا للجامعة اللبنانية، طلاب وأساتذة والآخرين، بس كان في حركة طلابية. هلأ ما في حركة طلابية، الأحزاب فرطتها للجامعة، الأحزاب بين مزدوجين. هلأ دخيلك ما بدي فوت تعريف الحزب، إذا اللي عنا بلبنان بنطبع عليه تعريف الحزب تبع موريس ديفيرجي، والله تجمعات، هي أقرب لتجمعات، خاصة وقت يكون عندها بعد طائفي أو مذهبي، نعم، يعني محصورة بدسكرة في لبنان. الحزب بيكون وطني، لا بارتي بوليتيك دو تيتر ناسيونال، ناسيونال صح، مش مناطق وزوارين قوقعة بحزب أو مذهب بالأحرى، أو في عندك بزواريب أوقات، يعني بجزء من منطقة. على كل حال مش هاي الموضوع، الموضوع نعم. الجامعة الآن متروكي، الحكومات اللبنانية تركتها. ما رح احكي عن اهل الجامعه، هن بيعرفوا شو مطلبي، بس منهم عم يفل عم تنزف. اكيد مطلبهم يتوحدوا وما ينسوا جامعتهم، حتى اللي اضطروا تحت ضغط الفاقه انه ما قادر يوصل على الجامعه يعبي بنزين بسيارته راح يشتغل بجامعه تانية او سافر. مطلوب ما ينسى الجامعه اللبنانيه، لازم يعرف انه هاي الجامعه اللبنانيه قضيه وطنيه وقضيه اكاديميه بالوقت ذاته، رغم كل الجراح بعد مستواها الأكاديمي رفيع. بتقلي هلأ شو لازم ينعمل؟ أولاً الالتفاف حول رئيس الجامعة مين ما كان. هلأ رئيس الجامعة الدكتور بدران، ما تصنفوه، ريحوا بالكم، روحوا توحدوا حوله وقولوا له اعمل هيك، ادعموه يعني بالأفكار، بكل شيء، بالأفكار وبالحشد بالضغط. ربط الأساتذة المتفرغين، في عنا الدكتور أنطوان شربل شخص لائق وماشي بين النقاط، كمان بدنا نعمل رابطة. هلأ ما بدنا نحاسب، بس أنا رفعت شعار موجود في هذا الكتاب، نعم،
لتقف الأحزاب اللبنانية خارج أسوار الجامعة اللبنانية في هذه المرحلة؟ يمكن واحد يقول لي أنت ضد الأحزاب، ضد حرية الرأي، ضد التطور السياسي. يا أخي لا، ما أنا معلم علوم سياسية وأنا مع الأحزاب السياسية، بس وقت تصير أحزاب وطنية وتصير أحزاب سياسية، مفهوم الحزب عند نظام، عند موازنات مكشوفة، عند دفاع عن سيادة لبنان كله مش عن جزء زوريب، عند برنامج انتخابات حضاري مرتب يطلعنا تدريجيا من الطائفية، وبدك طوائف روح من مجلس الشيوخ ورد باتفاق الطائف، بدك تعدل اتفاق طائف عدله، بس بدك تروح لكانتونات طائفية؟ لا يا حبيبي، معناتها بدك تسكرها للجامعة اللبنانية. طيب في جامعات للطوائف بهيك حالة بيقربوا التلاميذ لبعض، الطلاب لبعضهم أكتر، بصير تقدر تنشئ مواطن. طيب أنا إذا قلت قدام واحد أوروبي إنه في طالب من الشمال له 20 سنة ما نازل على بيروت، نقبل نحن هالوضع؟ أكيد لا. معقول مش نازل على بيروت؟ أبدا. إلا إذا بده إخراج آلي بينزل بيو. أوكي. طيب يا خيي، واحد بنت جبال بيعرف عكار؟ أكيد لا. لك أقل شيء السياحة الداخلية، نحن شو عملنا بعد الطائف؟ عم نروح على تركيا واليونان ومصر ولها سياحة داخلية ما في عنا. طيب بدك تحب لبنان ما بدي شوفه؟ تعرف عليه. تعرف عليه صح. هذا مثل الزواج بالإكرة، إنه واحد بتشوف له أمه شي عروس وبليلة الدخلة بدي شوفها. شو حلوة هيدي هالزواج. نفس الشيء المواطن في لبنان بدك تفرضها قصرا؟ يا أخي خليك تشوفه، لبنان بلد جميل. وصدقني العادات الاجتماعية في لبنان خاصة الريف موحدة واحدة وبتقرب الناس لبعض. أبدا. الريف اللبناني أساس الاجتماع اللبناني، والجامعة اللبنانية خاصة مع العلوم الاجتماعية فرد له موضوع للريف. حضرتك هون وكتير مهم له دور. نعم. الباب اللي أحب على قلبي وقلبك بالكتاب، الباب الخامس، أعلام لبنان. لقطنا فيها، لقطلك فيها خصوصا ما يتعلق منه بالزجل، وحضرتك معاليك ذاكرة حية لرواعي زجلنا. بين العلامة السيد محمد حسين فضل الله الله يرحمه، الشاعر سعيد عال الله يرحمه، السفير فؤاد الترك، العميد حسن مشرفية، المطرب نصي شمس الدين، المهندس رهيب فياض طول بعمره، وآخرين طبعا. جامع مشترك بيناتهم كلهم اللي حضرتك كاتب عنهم هو أنهم، وهذا الكلام لك، رفعوا اسم لبنان ومداميك الثقافة. ما المعيار الذي أملى عليك اختيارهم دون غيرهم؟ لا، أول شيء دون غيرهم شوية عم نكبر، لأنه حطيت بنحط غيرهم كتير. أوكي. ولكن كان في مناسبات تكلمت من فيها نعم عن هؤلاء، وتكلمت من القلب والعقل. فاخترت هذه المجموعة اللي تحدثت عنها. لكن مش معناتها أن الأمر يقتصر على هؤلاء، عندنا كتير أعلام وخدموا لبنان. لكن بتلاحظ حضرتك انه متنوعين، يعني بالدين. من شاعر اديب الى اساس فيزيك عميد دكتور حسن شرفي، الى فنان مهم مع الرحابني بنوتر السرح بنص شمس الدين، الى الزجل، الى فؤاد الترك امين عام الخارجي الذي كان يعمل عند هو عند رب عمل واحد اسمه لبنان. تمام. وهذا الصديق أنا تعرفت عليه أكثر خارج لبنان بأحد المؤتمرات، وحكينا كلام كتير ونشأت علاقة معه. هلأ وقت اللي خسرناه، يعني كلنا راحلون مثل ما بيقولوا من هذه الدنيا، كرمته الجامعة اليسوعية، طلب مني أنا أتحدث كلمة، حكيت كلمة مقتنع فيها. يعني هيك صار بالاختيار. وأرجو ألا يعتبر القارئ أن الخيار يقتصر على هؤلاء. هو السؤال هدفه هذا الجواب. حتى ما الناس يقولوا ليش مختار مثلا ناصي شمس الدين مختار وديع الصافي. كتبنا عن وديع الصافي في الجامعة كتاب خاص أنا أشرفت عليه. نعم. وبحيي كل اللي كتبوا فيه من زملائي. وعملنا كتاب عن الأخوين الرحباني، وفعلا وقت تحكي عن الأخوين الرحباني عن فيروز صح، حتى عن المرحوم الياس الرحباني. نعم. كمان كتبنا كتبنا عن الزجل في كتاب روائع الزجل، والله يرحمه النقيب الراحل من فترة قصيرة جورج بأنطون الله يرحمه، كان يطل صوبي أسبوعيا على الإدارة المركزية. قلت له مرة لك يا نقيب عم نحكي عن ميشيل أهوجي الله يرحمه،
ميشيل أهوجي اشتغل بالزجليات في الخمسينات. طيب ما عم لاقي له مراجع إلا قليل. أخذنا الحديث، قال لي هذا الزلمة عاش فوق 98 سنة. رحنا لنزوره بالمستشفى الفرنساوي، كان بعده طيب لما أثرت الموضوع أنت و... لا لا لا، لا. متوفي من زمان. متوفي من زمان. وكان جورج بقنطون شاب صغير يعني تحت العشرين، راح زاره بالمستشفى الفرنسي. قال له أبو الميش يلا بدك تقوم أنت من المرض، حضر حالك ونخدك على البيت. قال له لا لا لا، خلصت. اسمع يا جورج، رح أقول لك هالسطرين بس. قال لي هيك أنا استنفرت شو هالسطرين. الموت بلش يلعب بجسمي ويطير ورائي مع النسمي، لكن فشر على الموت بعد الموت يقدر يطير حرف من اسمي. حلو كتير. كتبناها حطيناها بالكتاب. قعدنا نستنبش نحن ببحث دقيق، مش بس فيما هو مكتوب أو على السماعية اللي نحن حافظينه أو بالكاسات، لأنه كان في كاسات قبل السي دي أو إلى آخره. وقعدنا نسأل. رحت زرت جريس البستاني الله يطول عمره في الدامور، قلت له أستاذ جريس كتبك شفته، عندي تسجيلات لإلك وحاضرك مرة بحفلي أنا مباراة، هي قل لي شيء أنت بتحب تقوله بالكتاب لإلك. قال لك قصيدة بتحبها وبتريدها تلاقيك قدامها شموخك بالداعة، حتى ربع ساعة وقت تعطيك تقبر عيونك هالربع ساعة. قعدنا نلقوت هالأمور. شوف، الزجل بلبنان مر بالستينات بحالة الانفجار الكبير. صحيح. ما في أسبوع أسبوعين إلا مباراة كبرى. صحيح. الله يرحم خليل روكز، مات ب62، توفى غادرنا. اخر مباراة له مع محمد المصطفى بسينما اراكس بالدورة، لانه قاعة كبيرة. نعم. بقول فيها بهالحفلة قبل ما تسألوني، خذوا غصة جوابي من عيوني، انا لو ما بجيابي الفقر غنى على المنبر ما كنتوا بتقشعوني. حلو. ببقى بنك الولاد اللي معنا حتى كل ما احتاجوا مصاري على حفل التحدي يطلبوني. والحضور استاذ حبيب مش 100 و200، حضور بالالوف قد ما طلعوا، والواقف اكثر من بكفيك. حفل دار القلعه شو جابت 40,000 زلمه اذا مش اكثر. ومشت العمليه مباريات المدينه الرياضيه، مباراه المدينه مهمه كثير لانه جمعت ناس. القلعه بعدين في حفله صارت بعرب سليم بين السيد محمد المصطفى وموسى صغيب الله يطول عمره ويرحم السيد توفى. نعم. فت أنا على هالحفلة أستاذ حبيب، 5 بلوكات، كل بلوك آلاف. وقفنا السيارة بعيد 2 كيلومتر، عدنا نمشي. طلع موسى، إلك يا جنوب من موسى تحية ومن صنين والأرز العلي، يا مرحب فيك يا بيت المعمر بوجه اللي ضمر إلنا الغزية الأذية. بعد سنتين بيعملوا حفلة بالغزية جنوب صيدا بين السيد مصطفى وموسى. بيطلع موسى سهر الغزية. ايه. بيطلع موسى بيقول له وإلك يا جنوب هالمرة تحية مثل هيك التحية الأولية. 17 سنة زرعوك عسكر بقي وعد اللقى مزروع فيه. مشت الحفلة. شعر أسعد سعيد أنا كتبت عنه استثنائي. ما في شك هو أكتر يعني هذا انطباعي عنه أكثر شاعر زجل مسقف. أسعد سعيد أنا زرته ببيته، عنده تدخيتي للكتب غير الخزاين. نعم. كل يوم بيقرأ كتاب ماني عم بالي. ثقف نفسه بنفسه، ابن السرفند. بس أسعد سعيد عالمي. أسعد سعيد بعيد عن الطائفية من هون للصين. أسعد سعيد بيذكر لي جورج بانطون أنه كانوا بملتقى سهرية هيك كيف بإحدى قرى سروان، وفي سيدة قاعدة معهم عم تشرب كاس، فبتحط الكاس على الطاولة، يبدو الربيع الحفة وقع وانكسر، قامت العالم انكسر الشر، تعا يا ولد مسح هالأرض، تعا كذا بسيطة مدام جيبوا لغيره. أسعد سعيد
عم يحكي لي جورج بأنطون الله يرحمه اثنين صالع بالزاوية رفع ايده قال له مدام هذا الكيس له قضية. شو قضية يا أبو فادي أسعد سعيد؟ قال له الكيس اللي عليك تعرف بليلة سمر زيزو بتول وكان بعده مندقر لما انتلى من خمر عنقود عصر بن ايدك وتمك حلب عينه السفر وحتى ما يشرب فيه غيرك يا قمر ويضل حامل من اصابيعك اثر وتضل طعمة شفتك عشفته منه لحاله ذات حاله وانتحر منتحر مش حلو كتير حلو كتير لانه فعل ارادي حلو كتير. اسعد سعيد شعر كبير بالمدينة الرياضية حفر كتير. هل الكتاب اللي حضرتك اشرفت عليه مش حضرتك الفته في دراسات في دراسه عملها دكتور ديزيري سقال ومحمد حمود محمد حمود حي اثنين وانا بحيي هون بعدين اخترته 16 شاعر اكثر في 20 احطوا منهم نماذج هلا قلت لنا كم نموذج منهم تيكون روائع الزجل بلبنان نوع من مرجع مهم. طيب هل اصبح الزجل ماده تدرس بالمناهج وشوف تشوف مستقبله؟ بشكرك على هالسؤال الحمد لله نجحنا بشيء اقرار الزجل ماده الزجل اللبناني جزء من ماده الادب الشعبي في كليه الادب. نعم. وبدي خبرك شيء والمشاهدين منذ 10 سنوات الى الان في اكثر من 10 اطاريح ورسائل جامعية على مستوى الماستر والدكتوراه في كليتين معهد العلوم الاجتماعية وكلية الأداب عن الزجل اللبناني. حلو. وأنا شاركت في المناقشات الثلاثة أو أربعة منهم والباقيين شيء خلص شيء على الطريق. نحن حركنا موضوع الزجل في الجامعة اللبنانية بعد في شيء لازم يتم طبعا في جامعات تانية اهتمت كمان تحركنا في جامعات تانية اهتمت لبنانية وعريقة بدنا شغلة تصير بوزارة الثقافة مع وزارة التربية وهي انه ناخد هالشعرة هون ممكن تزيد عليهم بعد كم واحد وتعمل مقتطفات لهال 20-25 شاعر هلا هني معروفين اللي تركوا بصمة تركوا بالذاكرة الشعبية صحيح نحن اخترناهم ما لانه هول افضل من الاخرين بس لانه هدول بالذاكرة الشعبية هدول منابر شعراء منبر نعم نعمل مقتطفات عن كل شاعر وتدرس في البكالوريا لأنه وقت تدرس الموشحات الأندلسية وبتتعرف على ابن قزمان اللي هو اشتغل بالزجل ببلاد الأندلس ولبنان طوره بدنا نعرف لبنان كيف طور الزجل أستاذ حبيب لبنان مش لأنه نحن لبنانية عم نحكي لبنان أعطى للزجل إطلاق جديد مش بس موضوع الموشحات أو القصيد التقليدي صار في عنده الرادي من نوع آخر صار في عنده ردة معنى طويلة صار في عنده التزام أكثر في الصور وانفتاح على العالم وصرنا نروح على البلاد العربية وكل من يتكلم عربي ويسمع عربي يريد الزجل اللبناني نجح على الحج وقبل منه الشحرور وهني هذا الثنائي عملوا المسرح الزجلي ونجحوا جوقة زغلول الدامور كتير مهمة كانت على التلفزيون بالستينات صح. عرفت أهل بيروت اللي ما بيعرفوا الزجل عن الزجل اللبناني صحيح ليك من لأربعة زغلول الدامور جزيف الهاشي زين شعيب أسعد سعيد جان رعد كل واحد منهم عالم في صح. موقعه صح. في دوره بعدين جوقة خليل روكوس جوقة خليل روكوس اللي تولاها الأستاذ موسى الله يطول عمره وفي جوقات تانية كتير نشأت لكن هو الجوقتين حفروا كتير واشتغلوا كتير هاي اللي قلت الانفجار بالستينات والسبعينات بدنا نعرف الطلاب عليه ودخيلك طلاب البكالوريا ما ينسوا الزجل اللبناني الزجل اللبناني تراث شعبنا وصورة عن الاجتماع اللبناني هلأ مرقت شي عن ابن قزمان بعض الدراسات بتقول ما قص زجله بزجلنا إلا من حيث أنه هونيك بارك الغناء الشعبي لا الموشحات الأندلسية أوكي. اللي كانت بالفصيح هو أخذ منها وحط لغة لغة محكية بابن قزمان لكن نحن طورناها مشان هيك قلت لك أنه لبنان له فضل على الزجل في نظرية الله يرحمه دكتور فرامل بعلبكي هو دارس بإسبانيا بيقول كلمة الموشح هي تحريف لكلمة بوشحطة الشباب اللي فلوا من هون
وراحوا لهونيك وهن اللي أخذوا معهم، هن بيعتبر أنهم كانوا سريان أو سموهم المسالمون. نعم. هن اللي عطوا الاسم لهذا النوع من الغناء، وبركي ابن قزمان أخذوا منه لأنه جمعوا ألحانهم مع الألحان اللي كانت بالمنطقة. شوف، هي نظريته وكتبها وأنا مستشهد فيها. أي ممكن. بس أنا خلينا نتأكد منها. في شيء بدي أقول لك إياه، أنه هذا الزجل في بلاد الأندلس انتقل إلى فرنسا وإلى أوروبا في المحكية، في الشعر المحكي. الشعر المحكي، أنا عم أقول مش هيك قلت لك الأهل يعني طبعاً يعني مخصوا بطريقة الغناء. قصدي ما نستخف، مش حضرتك أعوذ بالله، بس ما نستخف بالزجل وقيمته الشعرية. أبداً. أول شيء له وزن وقافية، ثانياً في صور. صح. في صور. صح. واللبنانية، اللبنانية أعطت للزجل أكثر مما أعطته اللهجات الأخرى السورية والمصرية. صحيح. في موشحات، وفي الملحون في المغرب، وفي الأبوذية في العراق، وفي صح. وفي كل هذا نوع من الزجل. أنا عامل بدراستي 11 سبب خلوا الزجل اللبناني يتميز عن أي شعر عامي بالمحيط. هلا السؤال، هل الزجل الآن بخير؟ كل ما تتراجع الثقافة العامة حكما بده يتراجع، لأنه هو جزء من الثقافة. أي. والفنون كلها. ليش هلا المغنى شو؟ طبعا. وين صرنا؟ طبعا. الموسيقى. أنا إنه اليوم الناس عم تتعلم أكثر، عم يتخصصوا أكثر بالعزف وبالغناء وبكذا، بس عم يتراجع المستوى لأنه السوق هيك بده. اللي عم يفرض عليك هو المنتج. معناتها صارت شغلة تسويق وتجارة. صح. وين الأصالة تبعنا؟ هذا المفقود. وين الأصالة تبعنا؟ لبنان كان مميز بهذا المجال ويجب أن يستعيد، إن كان بالشعر الفصيح أو بالمحكية أو بالزجل. في زميلنا دكتور ديزيريه اللي هو عمل كتاب ميز فيه بين صح. الزجل والمحكية، كتاب بتمنى نركز عليه الطلاب والدارسين واللي عم يشتغلوا على هالموضوعات، لأنه بلخص أمور كتيرة عن هالمسائل هاي المهمة، وبيكشف وبيكشف. في الدكتور جورج شكيب السعادي كمان كتب دراسة بين أسعد سعيد وخلي الروكز كانت مميزة، وراح على جنوب، راح على وادي الليمون، ضيعته لخلي الروكز الله يرحمه بجزين، وراح على سرفند بلدة أسعد سعيد وشاف الناس وحكي مع العالم. جورج زكي الحاج عمل دراسة مهمة عن أسعد سعيد وبيعرفوا لأسعد شخصيا. نعم. الله يرحمه ويطول بعمر اللي ذكرناه، الله يحفظك. والموضوع الزجل وحده عالم انت فتحت آخر. شيء مشوق. ما هو أنا قلت لك تركت المجال للجزء الأخير تستطرد فيه قد ما بنقدر، لأنه تنعطيه حقه، وحلو كتير اللي كاتبه بهذا الإطار، خصوصي عن أستاذ موسى وعن الله يرحمه أستاذ أسعد سعيد. الله حلقتنا خلصت بعد يعني هالجولة المختصرة أبرز مقومات فكرك ضمن هالكتاب اللي اسمه خيار في الفكر والموقف والاجتماع. أنا بدي أشكرك وأقول لك كلمة، تابع في مسعاك رغم كل العقبات الموجودة في لبنان. نحن كتب علينا أن نخدم بلدنا، اخدم وطنك، وأنا بخاطب نفسي بهالكلام بالطريقة اللي بترتاح فيها، ما نستسلم أبدا. نعيش الآن في ظروف استثنائية، لازم نطلع ونستعيد الفضاء اللبناني الواسع في المنطقة العربية والعالم. نحن من أهل الخيار ولسنا من أهل الرهان. تسلم. هذا تأكيدا لكلامك. بشكرك دكتور عدنان السيد حسين، وبشكر متابعي نقطة فاصلة بلبنان وبعالم الانتشار اللبناني وبالعالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. والشكر موصول طبعا لمعاوني بهالحلقة، المخرج جارو جبور، البروديوسر جاد أنطون، مهندس الصوت إلي خميس، مدير المسرح إلي توما، وبشكر سيرين خوري ومريان وهبي وإيدي زيلة. ختمنا الحلقة بسؤال عن الزجل اللي بيحبوا معالي الدكتور حسين، وبودعوا بشروقية قلت فيه يوم كرمته جمعية تجاوز السقفية. قلت وقتها: فرفك عينيه الندي واعي الصبح بكير، يسأل زهور الحقل ليش بعد نعساني، قومي عدف الزجل جوقة من العصافير، معنا وعتابة وحدة وموال لبناني، والمنبر اللي اغتنى بكبار وأساطير خلى زجلنا منارة مجد
شعلانة وكتروا دواوين الزجل، والخير بعده كتير، وأجمل كتاب مضى بتوقيع عدناني. تصبحوا على خير وأمل، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.